خليني ابتدي من انقره تحديدا. عمر احمد، يا عمر انا عايزه اعرف ايه اخر التطورات يعني الحديثه لديك في تركيا؟ صباح الخير للياس لك ولآية. نعم، حل يعني وزارة الصحة التركية قالت بأن وزير الصحة التركية 294 جريح جراح، 18 منهم خطيرة في هذا الزلزال، زلزال ولاية هاتاي. كذلك ارتفع عدد الضحايا إلى 6. لا يزال هناك 3 أشخاص موجودين تحت الأنقاض، وتحاول حاليا فرق الإنقاذ الوصول إليهم. معظم هؤلاء الضحايا أو الجرحى حقيقة كانوا يحاولون نقل أغراضهم من بيوتهم التي تعرضت للزلزال الأول، ويريدون نقل حاجياتهم من هناك للذهاب إلى مدن أخرى، ربما الانتقال إلى أماكن أخرى للعيش. فرغم التحذيرات الشديدة في هذا الموضوع حقيقة بعدم الاقتراب حتى وليس الدخول فقط، عدم الاقتراب من أي مبنى ربما يكون سليم من الخارج ولكنه يعني ربما ينهدم في أي لحظة ويسقط في أي لحظة جراء أي هزة ارتدادية. طبعا هذا زلزال ولاية هاتاي الذي حصل يوم أمس ب 6.4 درجات على مقياس ريختر، تبعه أكثر من 30 هزة ارتدادية. منذ 6 فبراير شهدت تركيا وشهدت المناطق المنكوبة أكثر من 6000 هزة ارتدادية. طبعا هذه الهزات الارتدادية الكثير منها تكون فوق 5 درجات على مقياس ريختر. فهذه الهزات صحيح أنها لا تملك بوحدها القوة التدميرية للمباني، ولكنها يمكن أن تهدم المباني المتصدعة أصلا من الزلزال الرئيسي أو الزلزالين الرئيسيين اللذين ضربا ولاية قهرمان مرعش للياس.